مرثية من كلمات الشاعر إبراهيم يحيى حسن عضابي أبو سياف، عزاء لأهله وإخوانه في المرحوم إسماعيل يحيى حسن عضابي الذي وافته المنية في منطقة الصنيعة مركز قنا. أداء عبد الرحمن علي، ألحان وإخراج أبو فيصل الحميقاني. للتواصل 7302678222. التعزية شعر أبو سياف، حتى السهر جمع الهوجاس. يا مستمع هذه الشيلة، انصت لشعري وأقوالي. كتبت من شعري النبض أجمل قصيدة على الكراس. شاكيت همي وأحزاني لله والعم والخالي. التعزية شعر أبو سياف، حتى السهر جمع الهوجاس. يا مستمع هذه الشيلة، أنصت لشعري وأقوالي. كتبت من شعري النبض أجمل قصيدة على الكراس. شكيت همي وأحزاني لله والعم والخالي. في ليلة الحديث المؤلم فاقت يا ناس أعز الناس، والحزن يعصر وسط قلبي والناس ما حد رحم حالي. مرحوم يا راعي النخوة وصاحب الطيب والإحساس، يا ناس من بيعوضني لحظة من الصاحب الغالي. حزنت والضيق في صدري مثل المغلل على جساس، مثل البكا ذي بكاه الزير على الإخا في خلا خالي. لو شفت أمك ظنها الحزن وتقطعت عندها الأنفاس، تقعد تنادي على إسماعيل تعالي يا روحي الغالي. جاني ألم من ألم أمك ومن حياتي قطعت الياس، من شافني قالي يا حسرة فقت أنا عز رجالي. دنيا غرورة ومكارة تكذب البحر والغطاس، وحكم الأقدار ما يرحم ماشي على الشيخ والوالي. بس باب راعي الكراسي دام مسرع على دعسة ذيداس، وجالك الموت في لحظة وقلت يا شين الأفعالي. عساك في الجنة الخضراء جوار حمزة وابو العباس، ويشفعك سيد الأمة ذيه بفردوسه العالي. والشكر موصول لعمك موسى القبيلي شديد الباس، والله ونعم بأولاده كم من بطل هامته عالي. مواقف الكف ما تنسى يا طيب المرجلة والساس، كانوا معك ساعة الحادث بالجهد والمد والمال. ونعم بأصحابك الأجواد كانوا إلى جانبك جلاس، والناس تمدح مواقفهم والجد في صدق الأفعالي. رجال عاشت مروتهم في قلبك من رجل حساس، والضيف الأزل يشكرهم من أول الصف لتالي. سلام ربي على ديره رجالها يرفعون الراس، حبيت بالحزن شارككم في نظم شعري وموالي.